ينضم إلينا محلل أول في أسواق للأسواق المالية من إكويتي جروب سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا للحديث طبعا عن العملات الأجنبية وكيف انتهت جلسة نهاية الأسبوع لتعاملات النفط والذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا بداية يعني لاحظنا العديد من المؤثرات كانت وأثرت بشكل كبير على أداء مؤشر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي وأثر على إغلاقه، يعني ما هو المتوقع لأداء الدولار في بداية هذا الأسبوع؟ الآن بعد البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، لاحظنا بأن هنالك بعض القطاعات الاقتصادية بدأت بالتباطؤ حول العالم، وهذا ما يظهر فقدان التعافي الاقتصادي العالمي لعزمه القوي الذي اعتدنا عليه سابقا. وهذا الأسبوع نحن في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة يرافقها إعلان بنوك مركزية عن قرارات سياساتها النقدية لأسعار الفائدة، تشمل بنك كندا المركزي وكذلك البنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع لهما أن يثبتا أسعار الفائدة قريبا من أدنى المستويات تاريخيا، لأن هذه البنوك تسعى إلى الاستمرار في تحفيز الاقتصاد، لكن إن أرادت أن تواجه التضخم الذي أصبح حاليا قلق كبير في الأسواق المالية فربما ستشير إلى أنها ستقلص من برامج شراء السندات، وهذا أيضا ما أكد عليه رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الجمعة الماضي عندما أشار إلى أن الفدرالي الأمريكي ماض في خططه لتقليص شرائه للسندات. وكل هذه المؤثرات لهذه الأسبوع ستختلط أيضا في نتائج أعمال الشركات مما قد يكون لها تأثير على العملات الرئيسية مقابل الدولار. نعم، ماذا عن قضية إيفرغراند التي يعني بقيت وأيضا تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية؟ هل من المتوقع أيضا خلال تعاملات هذا الأسبوع أن يكون لها الأثر الكبير على أداء مؤشر الدولار وأيضا على الدولار مقابل العملات الرئيسية؟ لا شك بأن قضية إيفرغراند هي من القضايا المهمة عالميا، ليس لأنها فقط شركة، لكننا نتحدث هنا عن قطاع العقار في ثاني أكبر اقتصاد عالميا وهو الصين. ولو عدنا بالزمن إلى الأزمة المالية العالمية 2008 فسوف نلاحظ بأن الأزمة المالية في الأصل كان سببها أزمة تسمى أزمة الرهن العقاري، بالتالي نلاحظ بأن أسواق العقار مؤثرة جدا وهذا ما يخشاه المتداولون. والآن عندما نلاحظ عودة القلق في الأسواق ربما يتوجه المتداولون إلى عملات تسمى بعملات التصفية النقدية مثل الين الياباني والدولار الأمريكي، وبالتالي يتأثر الدولار بالفعل بأي مستجدات بأنباء جديدة حول إيفرغراند، خصوصا بعدما تعثر بيع بعض الأصول لهذه الشركة، ونقترب أيضا من وصول هذه الشركة لإعلان تخلفها عن السداد مما قد يكون له أيضا تأثير على الأسواق المالية. إن تحدثنا على أسواق الأسهم في آسيا، أما في الولايات المتحدة فهناك كما أشرت سابقا بيانات مهمة ستصدرها كبرى الشركات الأمريكية تشمل مايكروسوفت، أبل، أمازون، هي كبرى الشركات قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع على الدولار الأمريكي وكذلك على مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ماذا عن باقي العملات الرئيسية؟ ما هي التوقعات حتى نهاية هذا العام تحديدا؟ يعني نلاحظ العديد من التقلبات على أسعار العملات الرئيسية، نتحدث عن منطقة اليورو أيضا تغيرات في منطقة اليورو، ونتحدث عن اليوان والين الصيني، يعني هناك العديد من المعطيات، ما هو المتوقع حتى نهاية هذا العام أستاذ سركيس؟ الآن بالنسبة للعملات هي تتبع سياسات البنوك المركزية إلى جانب التدفقات النقدية العالمية، بداية من بريطانيا وهنالك توقعات كبيرة بأن يتوجه بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة حتى قبل الفدرالي الأمريكي، وبالتالي من المحتمل أن نشهد من هذه اللحظة وحتى نهاية هذه السنة محاولات ارتفاع عديدة بالجنيه الاسترليني مقابل الدولار وربما أيضا مقابل اليورو، إذن اليورو من المرجح أن يبقى نوعا ما ضعيف، وذلك لأن البنك المركزي الأوروبي من غير المتوقع أبدا أن يقوم بتعديلات جديدة في سياساته النقدية بقية هذه السنة بل أيضا الربع الأول من العام المقبل. أما بالنسبة لليوان الصيني، الين الياباني، فهنالك تأثيرات تدفقات السيولة المرتبطة كذلك في تحركات الثقة في الأسواق المالية إن كانت أسواق أسهم أو أسواق سندات. أما الدولار الأمريكي على وجه الخصوص فمع الارتفاع الكبير الذي تشهده عوائد السندات الأمريكية فقد يكون ضمن مراحل إيجابية بشكل عام. نعم، يعني أستاذ سركيس ماذا عن المعدن الأصفر الذي حاول خلال تعاملات الأسبوع الماضي أيضا يعني الاستفادة والمزيد من الارتفاعات لكن بقي في حالة متذبذبة، يعني ما هو المتوقع له خلال تعاملات هذا الأسبوع ومقارنة مع الإغلاق للأسبوع الماضي؟
أسعار الذهب ارتفعت في البورصات العالمية الأسبوع الماضي لقلامة 1813 دولار للأونصة الواحدة يار 24 في تداولها طبعا في البورصات الأمريكية، لكن قلصت أسعار الذهب مكاسبها وهذا بسبب عمليات جني أرباح. عوائد السندات الأمريكية تحديدا عوائد أمد السقاق 10 سنوات وصلت أعلى مستوياتها من شهر 4 الماضي، وهذا ما يجذب العديد من المتداولين للسندات كبديل نوعا ما للذهب كغطاء للتضخم، وهذا ما أعاد أيضا الذهب لإغلاق تداولات الأسبوع الماضي عند 1792 دولار للأونصة الواحدة. الآن بالنسبة لتحركات أسعار الذهب نلاحظ بأن هنالك تحركات متذبذبة ضمن نطاقات محدودة، وهذا ما أعتقد أن يكون له استمرارية خلال تداولات هذا الأسبوع، لأن أسعار الذهب من ناحية تستفيد من مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاعات التضخم، لكن من ناحية أخرى ارتفاع عوائد السندات يحد من مكاسب المعدن الثمين. نعم، ومن المعدن الثمين إلى المعدن الأسود عن النفط. يعني أستاذ سركيس، لاحظنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ثبات لأسعار برنت تحديدا عند وبقي يتراوح بين 82 و 85 دولارا للبرميل، يعني أيضا هل من المتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع المزيد من الارتفاعات لأسعار برنت تحديدا؟ الآن بالنسبة لأسعار النفط بشكل عام وعقود برنت على وجه الخصوص، هنالك بعض المؤثرات التي أراها بشكل مسبق بفعل التحليلات في قسم الدراسات لدينا تشير إلى أن هنالك بعض الاحتمالية لأن نشهد قليلا من الانخفاض على مدى أسبوع أو أسبوعين، لكن أتحدث هنا عن قليل من الانخفاض، إذ أن الاتجاهات الإجمالية ما تزال صاعدة على أسعار النفط. ولو تكلمنا عن عدة أشهر ما لم نشهد تدخلات سياسية من الولايات المتحدة وكبرى المنتجين في أوبك والحلفاء، فمن المحتمل جدا أن تبقى أسعار النفط في اتجاهات صاعدة، لكن على المدى القصير أقصد في أيام أو أسابيع قليلة ربما سنشهد قليل من التصحيحات الهابطة بفعل المضاربات بين الحين والآخر. نعم، محلل أول أسواق مالية من إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.